شو عمل هاد؟ في بو؟ في بو؟ أنو أنو أنا شربت سم يا أنو، أنا شربت سم. سم؟ في بو، في بو، أنت شو عملت بحالك؟ شو عملت بحالك؟ شو كنت بتوقع؟ أنت ما تركتي لي أي خيار تاني. لا لك كان لازم تقلنا أنه ما عندك خيار، كنا شرينا لك كم كيلو من السوق. لو حاكي من قبل هلأ كانوا عم يبيعوا خيار تازة من الحقل للمستهلك فورا. شو هاد؟ في بوتي يا صديقي، لو عفارك يا أسهل قد وراح تشرب سم لأنه ما عندك خيار، كنت عبيت لك البراد خيار سنة لقدام يا غالي. مستحيل يضل عايش، أكيد رح يموت. ليك بس حسن. أنو في بو، أنو بترجيك تسامحيني على كل شي عملته. انت كنت دايما تشجعيني مشان لاقي شغل، بس انا كنت عجبتني حياه الراحه والاتكاليه وما كنت حابب اتعب ابدا، ما كان بدي اشتغل. في بو انت شو عم تحكي؟ ما في فرق بيناتنا، وانا عم بشتغل. شو يعني انت بعد بدك تضلي عم تشتغلي هيك انو، وبدك تضلك حامل المسؤوليه لحالك؟ بس شوفي هلا كيف انت قلبتي ضدي يا انو. خلص روحي هلا، خلص روحي مع شريك حياتك الجديد وعيشي معه. شو ها؟ أي شيء معه بسعادتي. شريك شو؟ ما فهمت. مو معقول، شو عم بصير؟ يا ترى شو في؟ ليش هالناس مجتمع بهالطريقة؟ شو القصة؟ ليش في بوتي متمدد على الكنباية؟ أنجوري ما صار شيء، بس كل شيء له نهاية، وأنا هلأ وصلت نهايتي. شو هو يلي صار بنهايته؟ يا أنجوري أنا بجاوبك، السيد في بوتي شرب أنينة سم كاملة لحاله من شوي للأسف. شو قلت؟ وشكل كل أعضاء وأجهزته الحيوية بلشت تموت هلأ. خلص أنا منيح، صحتي تمام، ما بني شي أبدا. لا ولا شي. في بو أنت رح تضل عايش، أنا مأكد من هالشي. لك الحقيقة أنه أنا وهابوسين كنا عم نمثل عليك، بس بس أنا ما عم مثل عليك أنو، أنا فيلل، طيارتي بمدرج المطار والإقلاع بوقت قريب كتير، بس قبل ما سافر بدي شوف إيدك ماسكي إيدي شريك حياتك من بعدي أنا. اعطيني إيدك. لا في بو، أعطيني في بو. إيدك. لا في بو، في بو لا. شو وانت ليش مدت ايدك هلا يعني؟ بصراحة يا جارنا حسيت انه هابو سينج ما رح يقدر يدير باله على زوجتك، لهيك بصراحة مديت ايدي مشان اقدر ادير بالي عليها.